ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا احنا عملنا فيديوهات كتير جدا عن جميع انواع الاندومي وكمان جميع انواع النودلز الكوري والكيلوجز النودلز، وجربنا كل الاطعمة وكل حاجة بتنزل جديدة انا بجربها معاكم. وجربنا الكيلوجز النودلز اللي هي بالشطة المولعة، وفي طعم تاني نزلوه بالشطة المولعة والليمون. بالنسبة للشطة المولعة هي كانت مولعة فعلا، اما بقى بالنسبة للاصدار الجديد بتاع الشطة المولعة والليمون مش قادرة اقول لكم، سواء ريحة او طعم فالاتنين اسوأ من بعض بصراحة. ما انصحش حد انه يجربها، طعمها وحش قوي قوي، ده غير ريحتها، ريحتها بشعة. فلا، اللي من غير ليمون احسن شوية، ده غير كمان ان طعمها حراق جدا، يعني ده وصلت الحرارة بتاعتها زي النودلز الكوري بالظبط. انتوا متخيلين ان انتوا بتشتروا حاجة زي دي ودرجة حرارتها زي النودلز الكوري؟ كانت حرقة جدا. يعني انا جربتها اقسم بالله، اخدت شوكة واحدة كده دقتها لقيتها نار نار، وعيني قعدت تدمع بقى وما قدرتش استحملها. فانا منصحش كمان، لان في اطفال بتجرب، فمحدش يجيب الطعم ده، الطعم ده صعب قوي قوي قوي. حتى الطعم اللي من غير ليمون صعب، صعب انه على طفل انه يجربها. فالاصدار اللي بالليمون ده طعمه صعب وريحته وحشة، ريحته وحشة جدا، يعني انا مستحملتش ريحته. فلا بصراحة ما حبيتهاش. لو هاجي اقيمها فانا اديها مثلا 2 من 10 او 1، يعني لا بجد طعمها لا طعم ولا ريحة ولا اي حاجة، فمنصحش حد يجربها بصراحة.